الشاعر المبدع علي الشيخ شو يقول؟ يقول شنو ذنب النخل باقته لحاضنته؟ خوش حكي. أكيد أنت عندك بيت يشبهه. شو يقول؟ مثل النخل ينباق من ينشبق. هسا هذا هسا أنا بالبداية خلنا نعرف علي الشيخ الشاعر لو علي الشيخ المهوال. ما هو شاعر ولا تقصده أنت علي الشيخ اللي ظهر قصدك المهوال؟ المهوال المهوال سابقا والشاعر حاليا علي الشيخ. اها بخير ان شاء الله. مو علي الشيخ ابو شمريه من بغداد. تحياتي له الشاعر والخال العزيز. اي فانت شو تقول؟ هذا بيتي. ها بيتي هذا البيت لك؟ اي مالتي. ها يعني متوارد وياك؟ باقني. اي شنو مفردات باقني؟ باقني احمد انا اسلوبه واخلاقه وتربيته ما احكي هاي المفرده، بس من يتجاوز على ابن العمارة، العمارة تاريخ ما يقول ما تبوق، ما يقول باقني. على قصدك على حكيم الفريج؟ حكيم الفريج. اي العمارة ما تبوق، التوارد وارد بس ما تقول هاي الكلمة لا باقني. يعني انت ترد له بالمثل. ايه ابن العمارة هذا، اذا انا ما دافع عليه وذاك ما يدافع. احنا ما عندنا عشائر. لا ما جاي احكيك، جاي احكيك من باب. انت حلوه هاي خوش لاقيها. لا والله ما عندنا. لا من باب اليوم شو اي موضوع يصير من باب يدخل بالعشائر. استاذ اثير انا بعيد على هاي اللغه كلها، هسه من نحكي جاي تعطيني واقع حقائق واحكي لك. نعم مال موضوع باقني. باقني هو تجاوز، مفرده باقني تجاوز. مو حلوة. مو حلوة تلفظ. إذن أنت ليش ترجع؟ أنت ليش ترجع؟ أنت ليش ترجع بنفس الكلمة؟ استحقاقه. وبعدين شفت حلقته يصرح والناصرية تقيمه. يابا هم الناصرية ما محتاجين، لأن الناصرية ما راضي علي، جاي تنسب الناصرية بسبب بهاي الأسباب. الناصرية كبيرة ما تحتاج علي الشيخ يقولها تقيم. ياهل ما يعرف الناصرية. ناصرية اسم كبير، اسم تاريخ، مو من أهم الأسماء. فهيك أشخاص جاي يشوهون سمعة الناصرية، تنسب الناصرية بهذا الكلام. الناصرية ما محتاج. لا هو الرجل يعني يبين لك أنه ياهل ما يعرف أبو حيدر، ياهل ما يعرف الناصرية، يعني يريد علي الشيخ يعرف الناصرية. يعني أنت تعتبر أنه تصريحه إساءة مع الأصغر شاعر يقيم؟ هي إساءة وسائل الناصرية. الناصرية هي ما راضي ودعتك. طبعا تحياتي للأسماء اللي ذكرناهم، أحمد عاشور وأيضا علي الشيخ، وتحياتنا لك وتحياتي للناصرية.